أو في المنصات الإعلامية إن هم دايماً عايزين يوصلوا جمهورهم لكل الحقائق، وليس ده جديد على النادي الأهلي، ولكن كل الأندية العالمية حضرتك تعلم أنها لها مواقع إلكترونية ولها مواقع للتواصل الاجتماعي، تستطيع جماهيرها العريضة أن هي تتواصل معها وتخش تعرف المعلومات اللي موجودة. ولكن ده بيعكس في الحقيقة حالة تربص شديد في النادي الأهلي، حالة تربص شديد في النادي الأهلي من بعض المنصات الإعلامية واضحة. يمكن حضرتك ذكرت دلوقتي، ويمكن أنا اسمح لي أن أنا أحيي حضرتك، ذكرت حالة واقعة أين كان من يتحدث عن الكابتن سيد عبد الحفيظ في هذه اللقطة، أين كان هو ممن تعرض له السيد عبد الحفيظ في تجريح واتهامات يعاقب عليها القانون واتهامات غير صحيحة، أين كان هؤلاء من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولماذا لم يخرجوا يدافعوا عن الكابتن سيد عبد الحفيظ في الحقيقة، مع أن الكابتن سيد عبد الحفيظ كل اللي عمله بالضبط أنه التزم أيضا السلوك الرياضي القويم وخرج في هدوء، عبر عن وجهة نظر أنه تعرض لإهانة بالغة، وليس وده حريته الشخصية، ولكن أيضا التزم بقيم وقواعد الرياضة وقيم وقواعد النادي الأهلي وأنه يخرج على النص. ده حضرتك موقف فأصبح الحقيقة في الحقيقة واضح. لو حضرتك رجعت الموقع الإلكتروني بتاع النادي الأهلي، الموقع الرسمي بتاع النادي الأهلي، تجد حضرتك أن ما يتهم البعض النادي الأهلي بأنه منشغل بإصدار البيانات، بل النادي الأهلي منشغل فقط بأعماله اليومية، وأعماله اليومية لا تتجاوز نسبة أقل من 1% في الحقيقة مما هو موجود على موقع الإلكتروني، وكل ما هو موجود على الموقع الإلكتروني هو أخبار. عندما ينشر النادي الأهلي أنه أرسل خطاب لمعالي وزير الرياضة، نجد أن البعض يقول ويوظف ذلك ضد النادي الأهلي بأن النادي الأهلي يصدر بيان ضد وزارة الرياضة، وهذا لم يحدث على الإطلاق. عندما يخاطب الاتحاد الأفريقي ويعلن أنه خاطب الاتحاد الأفريقي بشأن أشياء محددة ترتبط بأعماله اليومية، نجد البعض النادي الأهلي يصدر بيان ناري ضد الاتحاد الأفريقي. هذا يعكس موجة حادة جدا من الترصد ضد النادي الأهلي، ده واضح في كل في بعض المنصات الإعلامية، ده ويمكن حضرتك رصدناه، ده في من بعض المنصات الإعلامية شغلها الشاغل هو إظهار بعض، وليس كل المنصات الإعلامية، إظهار بعض السلبيات التي لا تمثل الحقيقة على الإطلاق ولا تأتي بأي خبر إيجابي عن النادي الأهلي. ده كان موجود في الفترة في الحقيقة الماضية، وده في الحقيقة مسبب إزعاج كبير جدا، لأن النادي الأهلي مؤسسة وطنية ساهمت في القوة الناعمة للدولة المصرية أيضا، وساهمت في عمليات التطوير التي تقودها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحضرتك يمكن واحد من المنصات الإعلامية التي تتمتع بمعدلات مشاهدة كبيرة، ترصد كل التطورات التي تتم داخل جدران النادي الأهلي سواء في البنية التحتية أو أيضا الإنجازات الرياضية. خلينا حضرتك يمكن ننقل لو حضرتك سمحت لي، وأرجو أن حضرتك تديني مساحة من الوقت أن احنا نكمل الرسالة اللي حضرتك طرحتها في البداية. النادي الأهلي فريق الكرة على سبيل المثال وهو واحد من النقاط المحورية التي شكلت تاريخ النادي الأهلي وبتشكل وجدان وعواطف جماهير